يوم نور محطتنا الرمضانية مفعمة بالنكهة الفيروزية والصوت اللي بيستحضر ملامح الحب والجمال بصباحاتنا، الصوت اللي بيطفي معالم الأمل على مشهدية الحياة وبياخدنا لبعيد لما وراء النجوم لعوالم بتختصر عواطفنا الإنسانية بمختلف تفاصيلها وتجلياتها وبتدعينا دوما إلى الرجوع نحو إنسانيتنا والنظر لذواتنا. أكيد أريج الصوت الفيروزي اللي كان للشام مساحة كبيرة فيه وللقدس ولفلسطين اليوم استحضر إبداعاته بالمحاضرة يلي حملت عنوان فيروز ودمشق حكاية حب لا نهاية لها مع الباحث والمؤرخ غسان شاهين. اهلا وسهلا فيك استاذ غسان. صباح النور. يسعد صباحك ورمضان كريم. رمضان بخير ان شاء الله يا رب. استاذ غسان اليوم رح نبدا حديثنا معك بالصوت يلي بيحمل وبيختصر ملامح الصباح عنا دائما، الصوت الفيروزي الملائكي. الحقيقه خليني احط الامر باطاره تماما. نحن كان ضمن نشاطات المنتدى الوطني السوري بمحاضراته المختلفة كان ضمن واحدة من المحاضرات اللي تفضلتي بذكر عنوانها فيروز ودمشق حكاية حب لا نهاية لها. أسقطنا الضوء وقت صارت المحاضرة على العلاقة ما بين فيروز والرحابنة كأسرة واحدة، أسقطنا الضوء فيها على علاقتهم مع الواقع العربي عموما. الواقع العربي عموما أعني فيه من 1948 النكبة اللي صارت ويلي طبعا ترجمت شعرا ولحنا ومواقف فنية ومواقف قومية ووطنية من كل الفنانين. ثم سرنا في المسيرة طبعا هلأ بعطيكم شوية إسقاطات من هذه المواضيع المختلفة. ثم سرنا في المسيرة لنصل مع الرحابنة أيضا وكأنهم يقولون من خلال شعرهم أو من خلال ما اختاروه من أشعار أو من خلال ما اختارته فيروز لتغنيه على خشبة معرض دمشق الدولي، ونحن نقترب من إعادة ذكراه ونعتبرها الدورة 59 قريبا إن شاء الله، يقولون للعالم كله أنه لا يمكن أن تستقيم الحالة العربية والقضية العربية بمجملها بدون دمشق، بدون سوريا، بدون الموقف الدمشقي الذي اختارته سوريا عموما كمصير مؤكد لها. في مجال فلسطين والقضية الفلسطينية طبعا فيروز غنت مغناتين من أجمل الأغاني، أجمل الأغاني، وخصوصا في مغنايتين طلعوا، مغنات راجعون ومغنات المغنات الثانية كانت هي الزروة كمان مغنات الغرباء. ذكرت ضمن المحاضرة اللي قدمتوها كمان يعني تم تسليط الضوء على الأغاني أكيد اللي مفعمة بعبق القدس وفلسطين. لا شك لا شك لا شك. الحقيقة وحتى في شيء تاني أنه في أسماء نحن ما بنعرفها، لأنه نحن للوهلة الأولى لما بنسمع فيروز مقترنة بالأخوين رحباني فما عدنا ندور أو نبحث مين اللي يقف وراء هذه الأغنية. مثلا من أهم الشعراء اللي غنت لهم فيروز هارون هاشم رشيد وهو من أكبر الشعراء الفلسطينيين، وستتفاجأوا بالأغنية التي تقول فيها سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، هي من كلمات هارون هاشم رشيد. هذه واحدة من الأغاني التي ما زالت تحيا معنا. ثم سلطنا الضوء أيضا على مجموعة من الأغاني والأعمال الكبيرة، جسر العودة، سيف فليشهر، زهرة المدائن، أحترق الحزن والانتظار، غاب نهار آخر، خزني إلى بيسان، أذكر يوما كنت بيافا، شوارع القدس العتيقة، داري. داري هي قصيدة للشاعر الفلسطيني أيضا عبد الكريم الكرمي أبو سلمة، ومطلعها هل تسألين النجم عن داري وأين أحبابي وسماري، هي أيضا من الأغاني التي لامست شغاف قلوبنا ووجداننا العربي والقومي في القضية الفلسطينية. طيب خلينا نحكي عن الأغاني اللي تناولت دمشق والشام، شام وأنت المجد من أجمل الأغاني اللي غنيتها الست فيروز، مثل ما قلنا يمكن في بأغانية خصوصية كأنه عم تترجم لك الواقع، عم تترجم لك التاريخ ببعض تفاصيله. لما أقول أنا أنه فعلا اليوم الوطن العربي بلد دمشق ما في عروبة،
فلما أقول أنا شقام أنت المجد، يمكن هاي الجملة لحالها اختصرت كتير من المشاعر والأحاسيس وكتير يمكن من التفاصيل التاريخية اللي عم نعيشها. نحن عنوانا بالبداية أنا وياكي فيروز ودمشق، رحلة حب لا نهاية لها. هذه الرحلة بدأت منذ العام 1952، لم تقف عند الأخوين رحباني، بل بدأت مع الأخوين فليفل. والأخوان فليفل بتعرفوهم تماما، هن اللي لحنوا النشيد السوري، نشيد الوطني السوري حمات الدياري. فمنذ ذلك الوقت فيروز تغني من أجل سوريا وتغني لسوريا مع الأخوين فليفل. غنت أغنية ميسلون، غنت موطن المجد سر إلى الأمام، فوق مسراك يخفق السلام، يا رفيع البنود يا عرين الأسود، يفتديك الشباب للدوام. ثم غنت بلادنا لنا مع الأخوين رحباني، اخترنا كل ما قدموا الأخوين رحباني، مواطن الصفصاف، تموج بالأطياف، سوريا سوريا وطني، سماؤك حلوة الألوان وربوع أرضك عذبة الألحان. هذه كلها من كلمات وألحان الأخوين رحباني. أيضا غنت بلادي وحبك يا موجعي، معي يا بلادي يعيش معي، طبعا هذه القصيدة نسمعها حتى الآن. ثم أتينا إلى مرحلة معرض دمشق الدولي، وكانت من أجمل يمكن المراحل. اعتادت فيروز في ذلك الوقت أن تفتتح كل عمل فني تقدمه على معرض دمشق الدولي، على مسرح معرض دمشق الدولي، بأغنية لدمشق. فمن الأخوين رحباني غنت طالت نوى وبكى من شوقه الوتر، خذني بعينيك واغرب أيها القمر، لم يبق في الليل إلا الصوت مرتعشا، إلا الحمائم إلا الضائع الزهر، لي فيك يا بردى عهد أعيش به عمري، ويسرقني من حبه العمر. ثم غنت أيضا يا شام عاد الصيف متئدا، وعاد بي الجناح، صرخ الحنين بي أقلع، ونادتني الرياح، أصوات أصحابي وعيناها، ووعد غد يتاح، كل الذين أحبهم نهبوا رقاديا واستراحوا. لكن في أغنية جميلة جدا غنتها من كلمات الأخطل الصغير، الشاعر الأخطل الصغير، وهي أغنية نعود بها إلى الخمسينات أيضا. الأغنية اسمها ذكرى بردة، عنوانها ذكرى بردة. إذا سمحتوا لي أقرأ لكم منها بعض الأبيات لأنه جميلة جدا. الأخطل الصغير تخيل قصة حب عاشها على ضفاف بردة، عندما كان غرا، عندما كان شابا فتيا. بيقول أنا مذ أتيت النهر آخر ليلة كانت لي، ذكرته إنشادي، ذكر النهر إنشاده، وسألته عن ضفتيه، ألم يزل لي فيهما أرجوحتي ووسادي، تلك العشية ما تزاول خاطري في سفح دمرة والضفاف هوادي، إلى أن يقول غراني نمرح في الهوى وفتونه، وعلى خدود الورد والأجياد نتخاطف القبل الصباح كصبية يتخاطفون هدية الأعياد، متواثبين كطائرين تشابكا، وتضارب المنقاد بالمنقاد. بردا هل الخلد الذي وعدوا به إلاك بين شوادن وشوادي؟ قالوا تحب الشام، قلت جوانحي مخصوصة فيها، وقلت فؤادي. هي من أجمل ما كتب الأخطل الصغير لدمشق. نحن رح نسمع مع حضرتك أجمل ما قيل عن دمشق بالصوت الفيروزي، نرجع نكفي حديثنا مع حضرتك. كنا عم نسمع المقتطفات وعم نحكي تحت الهواء قديش فعلا هاي الأغاني الفيروزية فيها عنفوان وفيها مجد، عم تحكي عن تفاصيل الشام وعن تفاصيل دمشق، عن التاريخ. لما نقول انه شقام انت المجد، بتحس لحالك عن جد في شعور بيوصل يمكن لجوات قلبك. هون انا بدي اقول نقطة. نحن في الشرق نعتمد كثيرا على الكلمة. يعني الأغنية تبدأ عندنا بالكلمة، لا تبدأ باللحن. نحن لسنا كما الغرب، اعتدنا أن نبدأ بالكلمة. فالكلمة التي اعتمدها الأخوان رحباني وفيروز
كانت حتما كلمة تلامس شغاف القلب. نفس الكلمة اللي بتسمعها من 50 سنة بتسمع اليوم نفس الإحساس بتعطيك يا تماما، غير يعني ما بيختلف أبدا. حتى لما كنا تحت الهواء هلأ أنا وياكي كنا عم نقول في أشياء مثيرة بيسمعوها الناس يمكن تعودوا يسمعوها بس ما حدا يمكن كان عم يتأمل بهالكلمة. أنزلت حبك في آهي فشددها، طربت آها فكنت المجد في طربي. في أروع من هيك عندما نتكلم عن دمشق، وكأنها تلك المرأة التي لا نهاية لحبنا لها. هذا شيء رائع جدا. بدي أقول شيء مهم ويمكن ما كل الناس بتعرفه، أنه فيروز غنت لنزار قباني، غنت أغنية لنزار قباني الآن لا تتداولها الإذاعات لأن تسجيلها أتى ضعيفا، لم ينجح التسجيل وقتها، لكنها موجودة على اليوتيوب. لقد كتبنا وأرسلنا المراسيل تماما، اللي هي موال دمشقي. لقد كتبنا وأرسلنا المراسيل وقد بكينا وبللنا المناديل، قل للذين بأرض الشام قد نزلوا قتيلكم في الهوى ما زال مقتولا. هلأ الرحلة الكبيرة الطويلة التي لا نهاية لها الحقيقة اللي كانت مع سعيد عقل، وأجمل الأغاني التي كتبت، أجمل ما كتبت عن دمشق، أجمل ما كتب عن دمشق مثل ما تفضلتي، مر بي واعدا وعدا مثلما النسمة من بردا تحمل العمر تبدده آه ما أطيبه بددا. رب أرض من شذا وندا وجراحات بقلبي عدا سكتت يوما فهل سكتت؟ أجمل التاريخ كان غدا. مجرد أن نفكر بهذه الكلمة، أجمل التاريخ هو ليس التاريخ الذي عشناه غدا، أجمل التاريخ هو التاريخ الذي سنصنعه غدا، سيكون أجمل. هذا هو إحساسنا الآن، الإحساس الذي يدفعنا للتفاؤل ويدفعنا للعمل ويدفعنا للأمل، لأن القصيدة تقول واعدي الشمس لنا كرة إن يد تتعب فنادي يدا، أنا حبي دمعة هجرت إن تعد لي أشعلت بردا. هذه أيضا من القصائد الجميلة. شام يا ذا السيف لم يغبي يا كلام المجد في الكتب. لما عم نحكي عن هدول أنا وياكم عم نروح للمعرض، عم نفكر بالمعرض. بالتأكيد ما كان في صورة بالمعرض إلا تحمل صورة فيروز، مع العلم أنه على مدى تاريخ معرض دمشق الدولي مر على خشبة مسرح معرض دمشق الدولي كبار النجوم والفنانين، العشرات المئات من الفرق الموسيقية ومن الموسيقيين ومن الراقصين ومن البالي، حتى فرقة حول مسرح العالم. بولشوي كانت أجت عملت أكثر من بيرفورمانس على 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 خشبة المعرض، لكننا لا نذكر إلا فيروز لأن فيروز سكنت في شغاف القلب. الحضور الفيروزي كان له ذاكرة مميزة بمعرض دمشق الدولي تماما، لأنه يلامس شغاف القلب. لا يكتمل معرض دمشق الدولي بدون وجود الست فيروز. وهلأ نحن منتمنى كلياتنا، يقال أنه في مراسلات مع المكتب ست فيروز، لهلأ ما كان في جواب، هيك تسربت بعض المعلومات، هيك تسربت معلومات. لكن بكل الحالات نتمنى إن لم تغني فيروز فإن مجرد حضورها في معرض دمشق الدولي يحمل رمزية كبرى ستسجل للتاريخ. بالتأكيد. في أغنية جميلة جدا من كلمات سعيد عقل، حملت بيروت في صوتي وفي نغمي وحملتني دمشق السيف بالقلم، فنحن لبنان وكر النسر دارتنا والشام جارتنا يا جيرة الهمم، نيالنا على هالجيرة. إلى أن تقول أفدي العيون الشآميات ناعسة بالنوم همت على حلم ولم تنمي، هن اللواتي جرحن العمر من شغف وطرن بي نغما يبكي بكل فمي، قلبي من الحب كرم لا سياج له، نهب الأحبة من ساه ومن نهمي، ويا هوى من دمشق لا يفارقني سكناك في البال سكن اللون في العلم. يعني اليوم أنا قلت شغلة، عفوا لو أعطيتك من الحديث، أنا قلت شغلة بالمحاضرة أنه سعيد عقل كان يلعب لعبة جميلة جدا لكي تأتي القصيدة ملامسة لشغاف القلب. كان دائما بكل قصيدة في له قصة حب بيحكيها، صحيح في عنده شغلة، في عنده وحدة ساكنة
يا وحدة ساكنة بالحارة، يا وحدة قاعدة تحت الشجرة، يعني دائما هو في عنده قصة حب. من هنا أتى الحب المنسجم مع دمشق ودمشق المنسجمة مع الحب عند سعيد عقل. وتوج ذلك تلك الألحان التي قدمها الرحابنة لهذه القصائد، لأنها أسقطت موضوع الحب فعلا في عقولنا وقلوبنا مع هذه القصائد. من قصيدة سائليني: رد لي من صبوتي يا بردة ذكريات زرنا في ليا قوام. ليا مين؟ ليا هي صبية، وهالصبية الحلوة كانت قوامها جميل جدا. رد لي من صبوتي يا بردة ذكريات زرنا في ليا قوام، ليلة ترتاح لنا الحور فلا غصن إلا شجن أو مستهام. الحور وجعت صفصافة من حسنها. تخيلوا شجرة الصفصاف تألمت من حسن ليا، يا لهذه الليا الجميلة. وجعت صفصافة من حسنها وعرى أغصانها الخضرة سقام، تقف النجمة عن دورتها عند ثغرين وينهار الظلام. قصة حب أكيد. يعني اليوم العبق الفيروزي والذاكرة الفيروزية إلى حديث طويل، ونحن إن شاء الله أكيد إلنا لحديثنا معك متابعة. واليوم كتير مهم إنه نرجع نستذكر ونستحضر هالحالة الفيروزية ضمن محاضرات، يعني مثل ما حضرتك المحاضرات اللي عم تقوم فيها. نحن كتير اليوم نشكرك لوجودك معنا اليوم، ورجعتنا أكيد لذكريات الماضي إن كان بمعرض دمشق الدولي وأيضا العبق الفيروزي الصباحي. وأكيد يمكن أنا بدي أقول شيء مهم إذا سمحتوا لي، مجرد لمحة. الحقيقة من لا يملك تاريخه بشكل جيد لا يستطيع أن يملك مستقبله بشكل جيد. الحديث عن فيروز وعن تلك القصائد وعن تلك الألحان وعن ذلك التاريخ لا نهدف من خلاله إلا لشيء واحد: ألا تستحق هذه الأرض أن نبقى فيها؟ ألا يستحق هذا الوطن أن نستمر فيه وقد حمله الشعراء والأدباء منذ بداية الزمن ومنذ بداية التاريخ في عقولهم وقلوبهم ونقلوه لنا؟ هذه هي الرسالة التي تعمدنا أن نتحدث عنها من خلال تلك المحاضرة. أكيد هي تجذيرنا في وطننا. أكيد رح يبقى الوطن بهمة رجال الجيش العربي السوري اللي بنوجه لهم تحية، لأن احنا اليوم موجودين بفضلهم. ويمكن حكاية فيروز بعد دمشق حكاية عشق ما بتنتهي. أكيد رح نتابع حديثنا بحلقاتنا القادمة. نتشكرك كثير على وجودك معنا، الباحث والمؤرخ غسان شاهين. شكرا كثير لك. شكرا لكم. يا هلا فيك. كنا سعيدين بوجودك. شكرا كثير.